الناس اللي بتحب المرقعه في الجو الربيعي الجميل ده اللي هو الدنيا مغيمه وشمس خفيفه وسراسيب هواء داخله من كل حته بتنعشك، خصوصا لو اتنين لسه متنيلين مرتبطين. ففسحها، بطل نتانه وعفانه، فك كيسك وفسحها، هاتها هنا. هنا يا جماعه براند ايطالي لسه جاي من ايطاليا مخصوص عشان الشعب المصري الجميل، هم قالوا لي كده. وطبعا الشعب المصري مش لاقي ياكل اصلا عشان ياكل جيلاتي، بس هم قالوا لي لا، يعني المكان حلو واسعاره جميله والكواليتي بتاعه تحفه، تحفه التحفه. فالمكان ده اسمه دولاتو بالطلياني يا جماعه، دولاتو بيعمل جيلاتو طليانو ايس كريمو بالشوكولاته، وعنده بسكوت وعنده كل حاجه بالطلياني. فانا قررت ان انا اكلمكم بالطلياني النهارده عشان انا موجود في مكان طلياني. مش عايزين فضايح يا جماعه، بعد اذنكم ارفعوا راسي، انا عارف ان احنا كحيانين اصلا ومش وش الكلام ده، واخرنا بلطيم مش ايطاليا، بس معلش. فاخواننا الطليان ان شاء الله النهارده عايزين نرفع راسه. هوريكم المكان، المكان تحفه، انا قاعد في الروف اهو، هوريكم المكان وبيعمل ايه وفي ايه، وبعد كده نرجع لكم تاني نقول لكم هو بيقدم ايه. يلا بينا. المكان ده اسمه ذا درايف باي ووتر واي، ده موجود على الدائري قبل دخلة شارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس. المكان هنا يا جماعه تحفه، فيه كل الكافيهات ومطاعم، والقعده هنا جميله جدا، والشعب المصري كله موجود هنا بيتمرقع. انا مش فاهم انتوا قاعدين في البيت ليه يا جماعه. اقول لكم مراجيح هنا يا جماعه بتاعت العش البلبل، اللي هو انت باذن الله كده لو انت مرتبط تجيب خطيبتك او مراتك او صاحبتك تتمرجحوا وتتمرقعوا هنا، وباذن الله المرجحه تتكسر على دماغكم انتوا الاثنين، بتبقى نهايه للعلاقه المعفنه دي. طلعنا فوق الروف، الروف هنا القعده تحفه، دي القعده هنا في الروف بتبقى كاشف كل حاجه، حاطين لك بيبي فوت بلاي ستيشن جوه، وحاطين بلياردو، انا دخلت لقيت شويه حاجات كده مش فاهم ايه بصراحه، لان الجيلاتي اختلف عن زمان خالص. زمان كنا بنضرب اللوليتا اللي هي كلها الوان مصنعه دي، يجي لي اسهال 3 ايام قاعد في الحمام مش عارف اخرج. لكن الموضوع هنا عند الخواجه الطلياني اختلف خالص، عاملين لك مبدئيا باكينج كده، الباكينج ده بيجي من بره من ايطاليا، بيحفظ الايس كريم لمده ساعتين. لو انت طالع اي حته بتاخد الايس كريم بتاعك زي ما انت شايف كده ما بيسحش. وبعدين عاملين كوليكشن اسمه اللارينا مورينا، ده بتاع الشتاء، مش عارف يعني ايه بتاع الشتاء، ده هو المفروض تضرب الكالسون قبل ما تيجي تطلبه. ده بيمتاز ان هو ما بيبقاش حامي قوي على السنان، ما بيبقاش ساقع قوي، فما بي ايه ما بيوجعلكش اسنانك. وعاملين اختراع اجمد بقى اسمه الميني ستيك. الميني ستيك زي ما انت شايف كده، الناس اللي بتحب تاخد ايه يعني حاجات صغيره من كل حاجه عشان ايه ما بتحبش الحاجات الكبيره، فعاملين الميني ستيك بكل الفليفرز اللي عندهم، برده اختراع جامد قوي. عندهم درايف ثرو يا جماعه، والمواد دي كلها طبيعيه، مفيش اي مواد مصنعه في البسكوت بتاعه، مفيش اي جلوتين عشان الناس اللي عندهم حساسيه. وعندهم توصيل لاي حته في مصر، ده حتى ساعات بيوصلوا اسكندريه، يعني لو انت في اي حته موجود في مصر اطلب الاوردر بتاعك هيجي لك في الباكينج بتاعهم ده متجمد، مش هيسيح خالص، وانت قاعد في بيتك تدلع نفسك. فروعهم فين؟ في الشيخ زايد، التجمع الخامس، مصر الجديده، عند الاي او سي، في كل حته. هات الموزه وتعالى فسحها هنا، المكان حلو للعائلات، القعده حلوه، الشمس جميله، وجاتنا 60 لكلنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.